فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. مرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم أول نهار في شهر سبتمبر، شهر سبتمبر اللي باش يشهد العودة المدرسية، تحديدا نهار 15. العودة المدرسية ما تأجلتش كما ما طالب به العديد من المواطنين، وبقات على نفس الموعد مع التخلي عن نظام الأفواج حسب ما أعلن عنه وزير التربية. التخلي عن نظام الأفواج يعني الدراسة في قسم واحد لكافة التلاميذ، الدراسة كل يوم وليس اليوم بيوم كما صار في العام الماضي. الإجراء هذا يوقع اعتماده حسب ما صرح به وزير التربية لأنه ما تمش دراسة البرامج الدراسية بشكل كامل في العام الماضي بسبب نظام الأفواج. السليمتي قال أيضا أنه معدل عدد التلاميذ في القسم الواحد خلال السنة الدراسية المقبلة 2021-2022 بش يكون في حدود 27 تلميذ، ولن يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 33 تلميذ، ولو أنه الإجراء هذايا على أرض الواقع غير عملي في عديد المدارس اللي فيها عدد محدود من الأقسام مقابل عدد كبير من التلاميذ، ونلقاو أنه عدد التلاميذ في القسم الواحد يتجاوز ل 40 ويوصل ل 45. قرار إلغاء نظام الأفواج مش جديد، وزير التربية حكى عليه منذ فيفريو الماضي وربطه بتحسن الوضع الوبائي. قرار إلغاء نظام الأفواج مش جديد، وزير التربية حكى عليه منذ فيفريو الماضي وربطه بتحسن الوضع الوبائي. وسنة مع العودة المدرسية وقعد تخلي على نظام الأفواج، ولو أنه ما وصلناش إلى معناها وضع وبائي مستقر تماما، ونجم نقوله أنه وضع مطمئن. عدد التلاميذ اللي باش يعودوا لمقاعد الدراسة هو تقريبا في حدود 2,300,000 تلميذ، 2,300,000 تلميذ باش يرجعوا للقراية نهار 15 سبتمبر، وفي المقابل أكثر من 500,000 إطار تربوي يعودوا للعمل مع العودة المدرسية. مؤخرا أعلنت وزارة الصحة عن السماح بتلقيح الأطفال استعدادا للعودة المدرسية، لكن ما بداتش فعليا في الإجراء هذا، يعني 2,300,000 تلميذ ما فيهمش شكون ملقح. وبدأت بتلقيح الشباب البالغين ما بين 15 و17 عام في اليوم الثالث للتلقيح المكثف، يعني نهار 29 أوت الماضي، وتم تطعيم 100,000 شاب تقريبا من الفئة العمرية هذه من جملة 500,000 شاب. اللجنة العلمية أدرجت تلقيح الفئة العمرية ما بين 12 و18 عام ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا، في حين ما زالت تدرس ملف تلقيح الأطفال الأقل من 12 عام واللي هي هما التلاميذ اللي يدرسوا في المدارس الابتدائية. ولو أنه الإجراء ذاية باش نوصلوا له خاطر العديد من الدول اللي بدأت فعليا في تلقيح الأطفال بتاعها، وتونس قاعدة تقتدي بتجارب الدول هذية. تقدم التلقيح في الفئات العمرية هذه ساهم بشكل كبير في إنجاح العودة المدرسية وفي جعلها آمنة، لكن عمليا نجموش نقولوا اللي لقحنا عدد كبير من التلامذة، ما لقحناش أصلا عدد من التلامذة كبير، اللي لقحناهم هما في حدود 100,000 تلميذ وعمارهم بين 15-17 سنة. حسب الخبراء وحسب تصريح أعضاء في اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فإن الجرعة الأولى غير كافية لتحقيق مناعة كاملة ضد فيروس كورونا، والمناعة تتحقق بعد 15 يوم من تلقي الجرعة الثانية. ذكروا أن الجرعة الأولى والجرعة الثانية تفصل ما بيناتهم 4 أسابيع في أغلب التلقيح المعتمدة في تونس، يعني الشباب مثلا اللي تلقاوا التلقيح نهار 29 أوت باش يكونوا على موعد مع تلقي التطعيم الجرعة الثانية نهار 12 سبتمبر الحالي. الخلاصة هو أنه العودة المدرسية يمكن كانت تتأجل، هذية كان أفضل، يعني نرجع للقراية بعد ما يتم تلقيح عدد من التلامذة، عدد على الأقل نسبة من التلامذة. شفنا العديد من الأولياء طالبوا بمراجعة التوقيت المدرسي، تسألوا علاش ما تأجلتش العودة المدرسية، علاش ما تمش اعتماد الدراسة عن بعد، ما تمش الإبقاء على الدراسة بالأفواج، خاصة أنه الخطر ما زال قائم وما زلنا ما وصلناش للهدف اللي أعلنت عنه وزارة الصحة بتطعيم 50% من المواطنين لضمان مناعة جماعية. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم من فوكس، كان موضوعها العودة المدرسية، الحاجة اللي قاعدة شاغلة بال أغلب التوانسة. نتلقاو إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. كانت معاكم سمية حمدي في الإعداد والتقديم وحامد ضياء فجرية في الإخراج. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.